جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل فاتحة الكتاب ليست من أذكار الصباح والمساء؟ لم يرد في هذا الشيء، لم يرد أن الفاتحة تكون من أذكار الصباح والمساء، وإنما ورد أنها رقية تقرأ على المريض وعلى المندوب، وأما أنها من جملة الأذكار فلم يرد فيها شيء، وإنما هذا في آية الكرسي وفي سورة الإخلاص والمعوذتين. نعم.